Hello, my students. How are you today? I hope you are fine. السلام عليكم ورحمة الله طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع في مدارس هيبة الله. أسعد الله أوقاتكم. نبدأ اليوم في قاعدة جديدة في كتاب Family and Friends الصف الرابع. قاعدتنا بعنوان Possessive Adjectives. Possessive Adjectives يعني الصفات الملكية. Possessive Adjectives الصفات الملكية. بداية بدي أذكركم بالضمائر، راح نستخدمها في هذا الدرس بشكل أساسي، لذلك يجب حفظها والتذكير بها، اللي هم البرونونز اسمهم، أو يعني هم عائلة مكونة من 7 أشخاص نذكر فيهم هي شي ات اي وي وي يو ذي. إذا again البرونونز الضمائر هم هي شي ات اي وي يو ذي. طبعا هي هو، شي هي، ات للحيوان والجماد لغير العاقل، اي انا، وي نحن، يو انت او انتي او انتم هو ضمير مخاطب، ذي هم، ذي هم. الان بدي اعرف الطلاب على كيف احول الضمائر لصفات ملكية. كيف احول الضمير هي لصفة ملكية؟ لما أحول هي لصفة ملكية بتصير هيز، له، ملك له، للتذكير أو للتعريف بملكية الشخص لشيء ما. له هيز، له، she هير لها، it its لغير العاقل سواء كان حيوان أو جماد بحكي عنه its، لصفة الملكية بحولها ل its. I صفة الملكية منها my، we our، you your، they their. إذن again he his، she her، it its، I my، we our، you your، و they their. الآن متى بستخدم صفات الملكية؟ بستخدم صفات الملكية to talk about، يعني هي تاخذ مكان to take about the place of possessive noun. إذا possessive adjective take the place of possessive noun، تاخذ مكان الاسم، وبتدل على ملكية الاسم أو الشخص اللي هو الاسم، سواء كان اسم جماد أو حيوان أو غير عاقل أو عاقل، بتدل على ملكية الشخص لشيء ما. إذا and they shows who or what owns something. إذا بتدل على ملكية الشخص لشيء ما. خلينا نرجع نحكي عنهم. We use these possessive adjectives نحكي عن مكانهم. مكان صفات الملكية بيجي قبل الاسم. مكان صفات الملكية بيكون قبل الاسم. إذا جبت لك مثلا فراغ، حطيت فراغ وبعديها اسم، بدي أعرف إن هون في هذا المكان بدي أحط صفة ملكية possessive adjective. Okay، إذا we use these possessive adjectives، نستخدم صفات الملكية قبل الأسماء، بيجي مكانها قبل الأسماء، مكانها قبل الاسم. Okay، الآن نرجع نذكر فيهم اللي هم my، your، his، her، its، our و their. هلا ناخذ أول مثال عليهم اللي هم my house is old. أول مثال على قاعدة الصفات الملكية ناخذ my house is old. وين صفة الملكية عندي في هاي الجملة؟ my. إيش أجي بعد my؟ noun اسم، house اسم. my house is old بيحكي إنه هذا الهاوس اللي هو ملكي، ملكي أنا، قديم. my house is old صفته إنه قديم. مثال ثاني اللي هو your car is new. وين صفة الملكية؟ your. شو اجى بعد your؟ car noun اسم. his pencil is short. وين صفة الملكية؟ his. ايش اجى بعد his؟ pencil noun. her bag is big. وين صفة الملكية؟ her. bag اجى بعدها اسم، اجى بعدها bag اسم. Its house is dirty. Its صفة الملكية إجا بعدها
house اللي هي اسم. Our dad is happy. Our صفة الملكية إجا بعدها اسم. وآخر مثال عندي their mom is tall. their صفة الملكية إجا بعدها mom هي اسم. إذا نستنتج من هاي القاعدة إن الصفات الملكية تستخدم للتعبير عن ملكية الشخص أو الشيء لشيء ما، مكانها بيجي بعدها اسم، لازم يجي بعدها اسم، وهي مشتقة من الضمائر البرونونز اللي هم هي وشي والات اي وي يو ذي. الهي تحول ل هيز، الشي تحول ل هير، الات تحول ل ات، الاي تصير ماي، وي اور يو يور ذي ذير. الضمائر مكانهم في أول الجملة بيكون بعدهم فعل، بيكون وظيفتهم فاعل subject. إذا الضمائر هي وظيفتها في الجملة فاعل subject، تيجي في أول الجملة وبيكون بعدها فعل. بينما ال possessive adjective الصفات الملكية مكانها يعني بيجي بعدها اسم، بعدها لازم يكون اسم. إذا كيف أميز؟ بشوف الفراغ إذا إجا بعده فعل بحط ضمير، إذا إجا بعد الفراغ اسم بحط صفة ملكية. أوكي، يعطيكم ألف عافية.